سلام البنات، ان شاء الله رايكم كامل ملاح، وان شاء الله تلقايكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير وبصحه جيده. هذا الفلاون ان شاء الله غادي يكونوا بخير ان شاء الله. لا فيديو بوسيدي اكوني تفوك صحه هنا ان شاء الله. هسه قد سي دات ما يدون لا روتين ان شاء الله يا رب ونجب بيان سور. ما تعجبون جميل جماك وكومونتير ايدي وكواجم كما قلت لكم البنات. الى عجبتكم لا فيديو خليوا لي جيم وتاريك الكومونتير اللي راح يشجعني. هنا الحاجه الاولى اللي راح نوريها لكم الحال تاع هذا الصبيحه. بزاف شباب، يعني انا الحل اللي يعجبني هو هذا سورتو في الشتاء. يعني قلت لكم انا نحب كل شيء في وقته. بار اكزومبل الشميسه نحبها في الصيف، الشتاء نحبها في الشتاء. فوالا دونك راح نوري لكم الحل. هاد فاصو سي تام بليزير. البروده كاين يعني برد قارس بزاف على خاطر شغل كاين يعني وين صب الثلج يعني بصحتهم. واقيلا في بجايه قالوا يعني شفت هكا في الانستغرام، على باليش الا صح ولا لا. سي بوس يعني الحق لينا هكا شويه بروده يعني تاع الثلج. المهم راكم تشوفوا يعني واش لبست كامل. لبست هذه لافيست يعني راه يعني اش فايي لافيستي شبح حشيت ويتقايك لافيستي وكان هكا لافيستي كي شبح مليح حمد على كولوريز وني تدي وني نزعياريت اه شبح حشيت سي تام بليزير. يعني كخا منها كنا يتقال لكم شبح يمكنني اغوري طوب اغور لا كولور كي شبحني الدوني اغوري تدو الدون تو كي شبحن ولاد وكي شبح يشبح مديح زراها تناوى ساقي دقيقة كازم تشينو قفلت الحاجة قيل لان باقيني وما دا ادن الهيش واجني اضل. شوفوا البنات كي نشوف هاد الغيوم هناك نفرح نفرح على ما على باليش الا انايا باك ولا كاين يعني بنات واحد اخرين كيما انايا. هاد الزهرة راه بدا يكبر، مقدرتش نطلع ليه يعني باش نصور لكم بيا. هاد الوردة على خطر كبر، الله يبارك كبر بزاف. الطوموبيل تاعنا راني شعلتها. ليسونسييل باقي ثلاثة تولي مثل ديريكتومون واحد نقضو. انا كنت دخلت راني كيني لي ما تيقولتي لي غير خلا كوخام صافي مامي ما يستفانا شو كنا واحد نقضو. عندي سهوا غنمشي سهوا غنقضو القطيان يعني وكم قانو كلي غادي نحوج مليح باسكو لان دي فوا شغل زعما راني دافو ذاكيني زعما يطحوني كيدا تدارت وكلي ابل صافي نروحو لي سوبر. اهدر عن كيني سنوفو سا صح على السوبر مارشي كي كيني وكلي هو كنا دنفض غا كل شيء نو كنا بغا الله تو هذا كيني هذا نقضو كاينه ويخصن فا غادي بوندا كنا في يوم تقشيش ياسمين يسميس جاسمين قلي سما الكونتيس شغل سكا سقسي تقايد على ميا غاش تخدم لي لاطاي مي قري كي مشغل زعما تطلي لاطاينين متاقاق ذو كلي على كل حال الله مرقق يعني فيني شوج تزوان توزن 64 كيلو يتوزن مي ديت فانا مليح في الليل ديت فانا مليح في الليل شوج تبان تضافن شويه اش نقول ما الا زعما شو خدمه وخدم غير حاجه سبيسيال انت كنت تزين والله حتى حدا ما خدمه زعما غير نخدم غير الجيم ناوي هنا الى شو تفاعل اكيا ولا شو كشو تفاعل ان كي كثيرة غا شوية طفن كان ثقيم لا طي و كي كي شغل يعني غا الميزان و تنقص غا افا 64 و تنقص غا روكا تصوض هاد 60 مي 66 جامي يعني لو كان ثقيم غي داز توت لا في انا جامد نقصت داون 60 توجور 60 ما قبا غا ضوضا 65 67 دي فوا و الهار تبغا 67 مي و يتفيق يا راه واجب عظم مليح اشو كان كيني انا كنت اكن كان يو غا زغا ثقارة تو غا دم زخير صغار غامض خير اي غور صباح الفغار وستغارة اف 12 هذا داك انا كدي فوا هاد واحد نشكن البيتزا كي كنت مدوكازي ودي فوا كذا ساندويتش كان نشطو واحد فوا هاد نتشوكوليستو زعما يمكن الماكلة كوريستو شوية كانو كلي صافي هاد تشاغ يمكن يعني ثم ديت ما ضوضا
دي فوا يتجاهل من سي داونت وستغاري اكينا داونت تما صافي زانت كنت الدنيا كاين يخدم الصيام من المتقطع ناس مثل كثير تخدم ليلى رجل من تخدم ليلى يخدم وتفيقي غير انا سون في اتونسيون خدمات تو غير تصرفات تضعيفات مي جو كان يدت في الحوجه الاخرى من عاشوره تغي مكان كوخا ما سته باش تطيح شغل سته تو غير تقبويا مليح الا صافي زعما كنت توصيغ ساري جمني تخدم ليلى انا اري جمني تخدم ليلى انا 100% يا ريوسي في جوين وكيف يخدم ريوسي انت يا انا هاد الحاجه سهله مليح مليح اخي ولا مثل لا فيديو ني ليلى فهمت كان يعني ريجيم ليلى اون فو ادا كنت داري ديريكتومون يسهل مليح يعني انت تكون دي دخل مسلي دي طاين كيني ميامش كانو كفهمه مش خدم وستارا صباح شاف 12 كيني سي هو تسويني سي هو انا تشيني سي هو انا في 12 ومن بعد ميتا مديت وستارا تشكنا كي حاجة تملاجي يعني حاجة اللي سكالوب ذاكي كان شو حاجة كينس على بروتين ومن بعد اكينا لان انت ما 12 وزاد ارافج الان كيني وقيني ناكم تدريجي ميكي خدمات سون فيغ اتونسيون مي دوكا انا دوغا لو خا مدافع دوما كي زاد هو ستة 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 دوغا تا تقبويا انت شتي كي كان ما يتفورسيو كل حاجة ما تفورسيو كل حاجة لا بريسيون كل شي دوغا يستجاب على الماكلة وستة على اه كي نباي اي دوغا دمتي كخطر الصفة يقبوانا ماشي الصفة تضاف انت كيني كيني الصفة بودي قبوانا كل هي تقبوانا رابيد شطح كان الماكلة تقبوانا مي ما يغرغوك على فاك ضعيفة وصغيرة أفوا صبح وليش الماكلة أف 12 دي فوا على حسب يعني مش هي ديجا في 12 ني ما أخت في كين كان نفس ساعة صافي الحاجة كان رابيدة دو غاج دو خام ما إلا ما إلا ثم دي لات دي فوا تشد دي فوا خطا دي فوا تشكين شد تحسب سي بور سا سي بور سا صافي ما ميبان لي دي زعفا انا غير هكا خاص يعني هكا حاجه تخصها في الدار ما تلقانيش باش نروح دمتم يعني في هذاك الوقت صافي دوك كي روحنا بياسو ما درناش لا ليست يعني جبنا واش فكرنا برك واش تفكرنا برك واش فينا بلي ما كانش في الدار هذا ما كان الحاجه الاولى ديجا جبنا هذا الطاجين هذا الطاجين نجيبوهم هكا تا 50000 خويا 50000 50000 ولا 50000 راه مش فيك مليح هكا يجيو هكا كبار نجيبو هكا باكي يعني كي قرب يكملنا القديم نجيبو واحد اخر وبالنسبه للحبوب الجافه جبنا برك هاد اللوبيا من العيون على خاطر اللوبيا الاخرى عندنا في الدار وهنايا عندنا اتلخم لوبيا بسدي لوبيا خرجوك مزلنا هذا يا شوف شو غادي يا هنايا عندنا جوج باكيات تاع المقاول على خاطر كاين شويه في الدار مازال شويه جبنا هنايا باكيات تاع طرونيا باكيات خميره الخبز حنايا بالقبيليه نسموه طرونيا وبالنسبه كاين جوايه ثاني كيقولوا لها ايغوس ما حنايا نقولوا لها طرونيا ولا ايغوس في زوج يعني هنا عندنا الياقوت هنا عندنا البيض بالنسبه لهاد البيض جبنا زوج بلاطو تاع البيض ومن بعد درتهم كامل يعني في هاد الطاجين ومن بعد نديرهم هكا فوق البوطاجي هنا عندنا الحليب عندنا ثاني ساشي تاع السكر تاع 5 كيلو ومن بعد دوكا رانا كملنا كامل يعني من هذوك اللي نجيبو في اليمونطاسيون جينيرال راح نوليو للتراب بالنسبة للخضرة جبنا الطوماطيش جبنا الطوماطيش المليحة جبنا الطوماطيش المليحة وجبنا ثاني شوية من الطوماطيش هذيك اللي تخسر شوية من بعد نغسل لكم في السومة نجيبوها نخبيوها في نخبيوها في الكونجيلاتور راح نشاركها معكم إلى حد يعني إلى كان عندي الوقت راح نديرها ونشاركها معكم هنايا جبنا شوفلور هنا جبنا شوفلور كيما راكم تشوفوا كريت زوار كيما تشوفوا شوفلور هنا عندنا الفلفل فلفل حار الحار هنا الفلفل الطاشي فوالا كيما راكم تشوفوا
شويه من الكورجيت مزروديه، شويه من تشينا، والفلفل الثاني هنايا هذا فلفل حار، الخضار اللي واللي وريت لكم الخضار مليح هذا حار بزاف بزاف. لا تحير تبحث من عبد الدين عنا. هنا عندنا طرشي، ثاني عندنا الزيتون الأخضر، هنا جبنا شوية مطمر وزمور. احنا كما راكم تشوفوا جبنا يعني كميه كبيره تاع البطاطا على خاطر نكونسوميو بزاف البطاطا، سي بوسا جبنا كميه كبيره على خاطر هاد اليامات كما قلت لكم ما نديش بزاف هكايا باش تقضي الشغل هنايا نقرا ومن بعد ما عنديش بزاف الوقت باش نخرجوا نلحق في العشيه، وثاني الطومبيل تاعنا في اليامات اللي فاتوا كانت اون بان صافي يعني قادو يعني بلا الفريجيدير يعني ولا زيرو ما كاش اي حاجه في ولا يصفر وحده تمك. ليسونسييل البنات راح نوليو شويه يعني للور كهضرت على لاطاي، يعني كاين طفلات ديما تسقسيني في الفيديوهات يعني هذه متتبعه ومامطو يعني تقدروا تقولوا يعني صاحبتي على خاطر كل يوم كل يوم كل يوم نشوف يعني الكومنتار تاعها بزاف يعني للمتتبعين في دالية نقول لكم يعطيكم صحه والله العظيم غير نفرح بزاف دي فوا هكا كي نعس لي كومونتير دي فوا سي فغي هكا ما نريبونديش مي الله غالب شغل ما يكونش عندي الوقت ماشي زعما نسيتكم ولا ما يكونش عندي الوقت نريبوندي صافي سمحوني برك هذا واش نقول لكم ليسونسيل هذه الطفله قلت لكم والله العظيم غير نحسبها صاحبتي على خاطر كل يوم نشوف يعني شوف الكومونتير تاعها صافي نحس شغل كل يوم تسقسي عليا يعطيها الصحه. وبالنسبه للكومونتير تاعها ديما تقول لي لميا كيفاش يعني تحافظي على لاطاي تاعك؟ شوفوا البنات انايا والله العظيم نقول لكم صراحه والله العظيم من عند ربي مي بصح بصح دي فوا هكا نسمن علاش نسمن وعلاش دي فوا نضعف على خاطر انايا كي نقول لي لافاك باغ اكزومبل نروح نقرا وكل شيء كي نوض الصبيحه ما ناكل اي حاجه برك نشرب بالماء هذا ما كان ومن بعد كي تلحق 12 ناكل برك هكا دي فوا بيتزا دي فوا هكا ساندويتش صغير على خاطر ما يكونش عندنا الوقت دي فوا نص ساعه دي فوا ساعه كل خطره كيفاش يعني يعطيونا الوقت باش نوليو نقراو دي فوا ناكل في ريستون تاع لافاك صافي ريستون الماكله تاع ريستوراك تعرفوها نورمالمون ومن بعد في العشيه كي نولي للدار دي فوا الى لقيت حاجه ناكلها هكا ناكلها الى دي فوا هكا شغل ما تعجبنيش تلمو العيا بزاف من بعد ما تعجبنيش الماكله ايه ما تعجبنيش الماكله انا زعما العشاء ناكلو ومن بعد نقعد هكاك صافي حتى 12 تاع الصبيحه باش نولي تاني كي ناكل الفطور فهمتوني صافي شغل تقدروا تقولوا بلي انا يا بريسك ندير في ريجيم اللي ديرو اختي ليلى مي بصح صون في اتونسيون ما نديرش بالي زعما نديرو ولا شغل الله غالب الوقت اللي يحطالي هذا الريجيم ولا هذا لابيتود يعني اللي حكمتها الله غالب والله العظيم الله غالب مي بصح لو كان نولي للدار على خاطر انايا ما نشوفش زعما الى نسمن ولا نضعف ولا ما نشوفش كامل هذا الشيء الى جعت ناكل الى شبعت ما ناكلش شغل ما نخممش كامل صافي كاينه حاجه نحبها كاينه حاجه نحبها كي نوض هكا في الصبيحه نشرب الماء ومن بعد بزاف البنات اللي يديروا هذا الشيء باش البطن تاعهم شغل راح يولي للداخل شغل ما يكونش عندهم الكش هذه الصح لقيتها تانيك طريقه بزاف مليحه انايا ندير هذا الشيء كي نوض الصبيحه نشرب الماء مي بصح لازم كي نشرب الماء نكون جالسه ما نكونش واقفه لازم نقعد ومن بعد نشرب الماء على خاطر كي تكوني واقفه ومن بعد تشربي الماء البطن تاعك كونطرير يخرج صافي لازم تكوني يعني جالسه على كرسي ولا ليسونسييل ومن بعد باش تشربي الماء فوالا وهذا واش ندير والله العظيم غير ما نزيدش ما نقصش يعني من الكلام هذا برك لكن كنت ناطح حدا يدي كان يعني انا كنت سيدوك سقريدي على كل حال وساعه الزمام تتخمم حتى حدايا رجل من يخدم ليلى كنت مسكينه رجل ليلى اون فو دا كنت ديالي زامث
الريجيم ني خلا غير ياخذ منها ريوسين. البنات كما قلت لكم كتبوا برك ريجيم ليلى ام فؤاد نقصت بزاف من الكيلوات. نقول لكم غير روحوا للقناه تاعها كتبوا ريجيم ليلى ام فؤاد وراح تطلع لكم ديراكتومون لا فيديو وتبعوا النصائح اللي راح تمدها لكم ان شاء الله يا ربي راح تتبعوهم وان شاء الله راح تنقصوا. هذا غير تبعوا هذاك الريجيم على خطر بزاف بزاف سهل. انايا قلت لكم نديرو سون فير اتونسيون ما نفيقش والله العظيم ما نفيقش كامل وما نحسش تانيك ما نحسش زعما هكا بزاف بالجوع ولا لا لا نورمال يعني النهار تاعك راح يجوز نورمال وكل شيء. ميم والله العظيم كي ما تاكليش بزاف في النهار راح تكون عندك لينيرجي تاكلي يعني الحاجه تاع الصح تاكلي في الفطور يعني حاجه مليحه. حط والله العظيم الماكله بزاف بزاف ما نكذبش عليكم شغل تنوم الشخص ولا كيفاش نقول لكم تنوم تاع تاعي ما لعبليش يعني كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش خلقه ربي وكل واحد يعني الجسم تاعو كيفاش يدير. انايا روماركيت بلي لو كان ناكل بزاف 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 ما تكونش عندي الانرجي وكي ناكل هكا شويه يعني ما ناكلش بزاف هكا في النهار صافا نلقى روحي معييت نورمال وكل شيء ليسونسييل معليش. المهم دروك هنايا راح نوليو يعني لي روتين تاعنا تفصل كيما راكو تشوفوا يعني درنا الكسكس بالماشطو خليته هكاك يعني الفيديو بطيء باش نكمل لك كلامي يعني على السؤال تاعكم. هنايا بالنسبه لاصوصيبو راني كملتو ومن بعد هنا راني درت الملح مع الماشطو باش يطيب ومن بعد هنايا راني جبت هذه الطريقه قلت لكم اللي راهي مليحه بزاف بزاف ديروا الالومنيوم هكا تورتور القضايه تاعكم باش ديروا الكسكاس من الفوق ديروا هكاك طابزوا شويه الكسكاس تاعكم للداخل باش يفور عادي سي با بلي زعما تجيبوا القفال ولا صاشيه ولا هكا مليح ما يتنحاش وديروا ديري الى حبيتي ديري 15 تفويره نورمال ما يتنحاش يعني الالومنيوم هذيك. ومن بعد هنا راني نحيت الكسكس تاعنا بعد ما فات التفويره الاولى وراني درت له شويه من الملح من الفوق وتاني كلمه الماء هذاك خرج كامل لتحت. هنايا راني وليت للمرقه بالنسبه للمرقه سي بون زوديا طابت والدجاج تاني طاب نحيت الدجاج هذاك راني درت له الماشطو اللي طيبتها داخل الماء وتانيك الكورجيت اللي قطعتها هكا شويه قطع متوسط الحجم كيما راح نخليو راح نخليو يعني المرقه تاعنا تطيب على غرضها. هنايا جبت شويه من الفلفل الكحل درتو هكا من الفوق نحب يعني نزيد الفلفل الكحل من الفوق مالقي مازال ما كملش الطياب مين حب ومام تانيك في الاخير راح نزيد شويه. هنا يا راني درت التفويره الاخيره راح نسين فتت الكسكس تاعنا هكا بالفوي. هاد الطريقه تانيك بزاف بزاف فعاله سورتو اللي دخل جديد للقناه تاعي راح نحط لكم ان شاء الله بزاف يعني لي زاستوس هكا راح تستخدموهم في المطبخ تاعك وتانيك مم في الحياه الكل ان شاء الله يا ربي. هنايا بعد ما فارت التفويره الاخيره راح ماشي التفويره الاخيره التفويره الاخيره هذه التفويره الاولى والله العظيم غير نسيت على خطر كي بدلت يعني رحت للمرقه هذيك ومن بعد خلطت لي في راسي. هذه التفويره الاولى فتت كامل ومن بعد خليته شويه يتشرب ومن بعد كي تشرب جبت شويه دهنته بالزيت النباتي وفتته كامل ومن بعد راح نعمر الكسكس تاعنا باش نفوروه هذه التفويره الاخيره. هلاه والله غير تلفت لي في راسي. ومن بعد هنا بعد ما فارت التفويره الاخيره راني رمدتو راني فرغتو يعني للجفنه هذه ومن بعد راح نفتو بالفوي وراح ندير شويه من زيت الزيتون او سي بون يعني رانا كملنا من الكسكس تاعنا. تفاصون سي بون الكسكس بالمشطو والله العظيم كي نديرو يخرج طوب دو طوب بزاف بنين والله العظيم نديرو كيما تاع يما سوا سوا. مام خياتي قالوا لي بلي سي بون يعني تعلمتي بزاف يعني الكسكس تعرفي له الحمد لله يا ربي. فوالا اون بعد في الاخير هذا هو الكسكس تاعنا يعني راه معمر بالخضروات الله الله يعني كل شيء طوب.
إيما لنقولكم باي باي، مع السلامة.